اول حاجه عندي على النار هنا شغال، اطفي ده كده. هبتدي احط شويه زيت، احنا مسخنين الطاسه بتاعتنا تمام، وابتدي بس هقرب المقادير بتاعت الغموس كده تبقى قريبه. تمام شكرا يا محمد. تمام وهبتدي اجيب سباتولا او اهو. تمام كده هسخن الطاسة بتاعتي كويس جدا، هحط فيها شوية زيت، وبعد كده هنزل بالبصلة بتاعتي. بصلة مفرومة شكل ده كده، هجيب بس واحدة تانية معانا. هدير أسماء، ازيك يا هدير؟ عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ كله تمام. عاملة ايه انتي؟ قوليلي. منورانا كده والله. الله يخليك يا حبيبتي. قولي لي طيب، ما حاجه غير ما انت بتكوني عاملاها والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب ما عندكيش اي سؤال؟ انا عاوزه اعرف طريقه البيتزا، وعاوزه اعرف طريقه الفراخ المشويه. طيب ماشي. طريقه البيتزا ده شيف يسري كان عامل حلقه تجنن الاسبوع ده عن البيتزا. هقول لك الطريقه بتاعت العجينه تاني، وبرده لو تقدري تجيبيها من على اليوتيوب، ده لسه عاملها يعني تقريبا السبت او الحد. كانت حلقة حلوة جدا مجمعة عن البيتزات، حلقة مفيدة قوي يعني. لو اتفرجتي عليها هتلاقي أفكار كتير ممكن تجيلك في البيتزا. بس حاضر هقولك العجينة وأنا شغل. يبقى دلوقتي حطينا البصل، الثوم، الطماطم، هحط الفلفل. تمام. حطيت في الطاسة زيت، نزلت البصل، ثوم، الطماطم المكعبات، فلفل. حط بقى قرن الفلفل الحامي او نشيله حسب الرغبه. تمام. وهبتدي احط الكاتشب بتاعي، معلقه كده، هحط معلقه صغيره سكر. تمام. لا يا سيل مش هعملها لك مشططه، ما تاكلش منها. اهو ما القرن ده بيعمل ايه اهو، مشطشط اهو. عايز تاني؟ عايز شطه تاني؟ معانا ريهام. ريهام؟ الو. ايوه ريهام. اي مساء الخير يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. مساء النور. لو سمحت يا شيف، عايزه طريقه تتبيله الفراخ اللي حضرتك لسه عاملاها دلوقتي. طريقه ايه؟ معلش قوليها تاني. تتبيله الفراخ. تتبيله الفراخ. حاضر هقول لك. اه لو بس ينزلوها على الشاشه عشان ما لحقتش بس اكتبها. عينيا. حاضر هتنزل لك حالا. حاضر يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. ممكن ننزل المقادير بتاعه الفراخ. حطينا هنا ملح وفلفل اسود. انا عايزه بقى اقول لكم عملت ايه. هات دي. هقول لكم عملت ايه في الطاسه دي في السريع. المقادير هي على الشاشه معانا. حطينا الاول في بوله الزبادي، وحطينا عليها الصلصه والكاتشب، وحطينا عليها زيت الزيتون وعصير الليمون والتوابل اللي موجوده عندنا في المقادير. الثوم والبصل البودره، الملح والفلفل، والجنزبيل البودره، وبهارات الفراخ، والكلام ده كله حطيناه على التتبيله. قلبناها كويس، وبعدين حطينا الفراخ منزوعه الجلد منها متقطعه على 4 أو 8 زي ما احنا حابين، ورصيناها في الصاج ودخلناها الفرن. ودلوقتي بنعمل الغموس اللي احنا هنقدمه جنب الفراخ. عملنا ايه؟ عندنا طاسه سخنه حطينا فيها شويه زيت، مقادير برضو الغموس باينه معانا على الشاشه. حطينا فيها شويه زيت، وبعدين نزلنا ببصله مفرومه عليها فص ثوم مفروم او فصين ثوم مفرومين، طماطم متقطعة مكعبات، فلفل أخضر مفروم رومي، قرن فلفل حامي عايزين نشيله أوكي، مش عايزين نشيله مفيش مشكلة. حطينا ملح فلفل، وبعدين نزلنا بمعلقة سكر ومعلقة كاتشب، وحطينا كوباية عصير طماطم. تمام. هنسيبها تغلي غلوتين. ومعانا شادية. أيوة. ألو ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. تمام تمام الحمد لله. منوره الشاشه. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. طب معلش ممكن تقولي لي الطريقه للحمه المشويه؟ حاضر. التتبيله بتاعتها. التتبيله بتاعت اللحمه المشويه. حاضر هقولها لك حالا. ميرسي يا حبيبتي. احنا عملنا اليوم للمشويات كنت انا وشيف يسري في اول حلقه لما رجعنا. بس هقول لك بسرعه تتبيله الفراخ اللحمه المشويه. ميه بصل عليها طماطم مبشوره،
وبعدين نحط عليها ملح فلفل جوز الطيب وبعد كده شوية زيت ونقلب كله مع بعض. هيبقى مش محتاجين أي حاجة، ممكن نحط شوية روزماري فريش لو موجود متوفر عندنا هيدي برضو طعم حلو جدا. بس كده نسيب اللحمة فيها تتبل ساعتين ثلاثة ست ساعات، الوقت اللي احنا نقدر نسيبها تتبل فيها، وبعدين نبتدي نشويها على جريل سخنة، على طاسة سخنة، على شواية زي اللي موجودة مثلا عندنا اللي بالكهرباء دي، أي حاجة تمام. هيطلع معاكي التتبيلة حلوة جدا. تمام خلاص، أنا كده الغموس عندي هيغلي غلوتين وهيبقى جاهز، والفراخ عندي في الفرن. طيب